السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم ينصر إخواننا وأصدقائنا في فلسطين الحبيبة. اللهم آمين يا رب العالمين. الله يبارك في الجميع. ده فيديو تم إرساله من أحد الأصدقاء في تركيا، تقييم نقدر نقول للخلية أو بعض النصائح للخلية، وطبعا تم استئذانه في نشر الفيديو، ومشكور أخونا الحبيب سمح بنشر الفيديو ده. طبعا زي ما احنا شايفين الله يبارك في الجميع، طبعا ديت العجينة سكرية نقدر نقول إن احنا خلاص استهلكها. بالنسبة للخلية اللي قدامنا ديت بتحتوي زي ما احنا شايفين على بروزين 2 4 6 8 حوالي 8 براويز. فهنشاهد الخلية زي ما احنا شايفين بإذن الله، وعاوز الأخ النحالي اللي بيتابع معانا يستفيد من بعض النصائح ديت، لعله لو أحد متواجد عنده الأمور ديت يستفيد من بعض النصائح. طبعا الله يبارك في الجميع، بالنسبة للتوقيت اللي احنا فيه حاليا تاريخ 15 من شهر مارس شهر 3 لسنة 2024. فطبعا المفروض ان اي احد بيقوم بفحص الخلايا او تفقد الخلايا ان يكون الاكتر داخل الخلية الحضنة، او نقدر نقول نشاط النحل، لان احنا خلاص في فترة تحفيز النحل، او نقدر نقول تنشيط الملكات على وضع البيض. تمام، عكس مثلا لما كنا بنيجي نفحص خلية خلال شهر يناير شهر 1 او شهر 12، كنا في اللحظة دي بندور على مخزون من العسل اللي هو بيكون متواجد داخل الخلية علشان الأجواء الباردة خلال الشتاء. تمام، طيب إن شاء الله هنشوف بعض البراويز في الخلية اللي قدامنا دي، ونقدر نعطي للأخ بعض النصائح لعله يقوم بها إن شاء الله تعالى. تمام، طبعا بالنسبة لأخونا أنا بس بحاول إن أنا أمشي الصوت مع الفيديو لعل يكون الصوت والصورة متناسقة بالنسبة للكلام. تمام، طبعا الأخ بيقوم بعملية تدخين للخلية من أجل نقدر نقول تهدئة النحل. طب بالنسبة للبرواز الأول للأخونا، طبعا رفعه زي ما احنا شايفين عسل ناتج عن العجينة السكرية. تمام، أو التغذية السكرية ده من داخل الخلية. عامة طالما البرواز اللي جنب الجدار عسل أو مخزون للنحل، تمام، فده أمر بيكون ممتاز بحيث لو حدث أي منخفض جوي. طبعا البرواز الثاني نفس الأمر، عسل كذلك مختوم، تمام، سواء من الاتجاه الأيمن، تمام، أو الاتجاه الأيسر نفس الأمر. طب هنا في الحالة ديت نصيحتي للأخ اللي بيتابع معانا إنه يخف شوية من مقدار العسل اللي متواجد داخل الخلية. تمام، دي امر ان شاء الله هنديله برضو تقييم في نهايه الخليه، ولكن خلينا نشوف البرواز رقم 3. رقم 3 زي ما احنا شايفين في جزء من الحضنه المغلقه، تمام، وبالنسبه للهلال من الاعلى نقدر نقول مختوم. تمام، الاتجاه الاخر نفس الشيء، حضنه نقدر نقول مفتوحه ومغلقه مع عسل. اللي انا عاوز اتكلمه هنا، ودي نصيحتي للأخ صاحب الخلية أو اللي بيتابع معانا، إن الأخ مقدم تغذية أو عجائن زيادة عن اللازم، نقدر نقول أدى إن العجائن دي تتخزن طبعا على صورة عسل أو مادة سكرية داخل البراويز. تمام، ده كله هيضيق على الملكة. تمام، أنت دلوقتي المفروض إنك أنت بتحفز النحل وبتنشط الملكة، أصبح إن مقدار، طبعا ده زي ما احنا شايفين نفس الشيء برضو البرواز ده، جزء الحضنة مقارنة مع العسل اللي متخزن، تمام، مش مناسب. تمام، ده يعتبر البرواز نقدر نقول رقم 4 زي ما احنا شايفين. طيب انصح الاخ صاحب الخلية او اللي عنده خلية متشابهة مع الشيء دوت، انصحه بايه؟ انصحه ان هو يرفع بعض البراويز من العسل الناتج عن التغذية دي، وينزل اطارات تانية مبنية. طبعا ده في حالة اذا كان النحل في الخلية يغطيها، يعطي مكان او يعطي براويز
من حيث ان النحل او الملكة تلاقي مكان تضع فيه البيض، لان ده كله بيضيق على الملكة في وضع البيض. يعني شايفين البرواز ده يمكن رقم 6، تمام، بنسبة حوالي يمكن 60% من الاتجاه الايمن والايسر، تمام، عسل مختوم، ومش عسل طبيعي طبعا، ده عسل ناتج عن التغذية. الحضنة اللي موجودة، حتى لو ما الحضنة الموجودة تخرج، العسل اللي متواجد زيادة عن الحاجة. يعني مقصود الكلام مش النحل مش هيقوم باستهلاكه بالكامل. عندك البرواز اللي احنا قدامنا زي ما احنا شايفين بنسبة تقارب من 70% عسل مختوم، تمام. ده كله نقدر نقول خطأ، لابد ان احنا نقلل شوية من مقدار عسل التغذية في الخلية، نضع براويز مبنية يغطيها النحل من حيث ان الملكة تتوسع في البيض، الملكة تلاقي عيون سداسية فارغة تقدر تضع البيض، تمام. ده المطلوب، ده المطلوب. طب البراويز اللي فيها عسل الزيادة دي نقدر نعمل بها ايه؟ نقدر ان احنا ممكن نستفيد بيها في اي طروب محتاج، او اي تقسيمات محتاج، او انفضها من النحل واخزنها في المبرد او التلاجة، تمام، هستفيد منها فيما بعد، مفيش مشكلة. انما دلوقتي انا عاوز انزل براويز فارغة ان الملكة تضع فيها البيض. طب الخلية اللي قدامنا دي تحتاج امر اخر ونصيحة برضو كذلك لابد ناخذها بعين الاعتبار، محتاجة تضغط شوية، تمام. يعني ان كانت الخلية اللي قدامنا دي في حدود 2 4 6 8 9 براويز تقريبا، تمام، التسع براويز ديت اشيل منها بروازين او ثلاثة، اخلي النحل مضغوط، لان النحل على البرواز نقدر نقول في براويز النحل مغطيها، في براويز اخرى كثافة النحل قليلة، لا انا اشيل بروازين. طبعا البروازين اللي انا اشيلهم دول اللي هو العسل المختوم ده اللي امامنا، تمام، لان ده عسل ناتج عن التغذية، وعشان اجيش خلية لابد ارفعه، تمام. نتمنى ناخذ الشيء ده بعين الاعتبار، لان المرحلة اللي احنا فيها حاليا مش محتاجة كمية مخزون العسل التغذية ده. الشتاء خلاص ربما يكون عبر، او الايام اللي كان ممكن يحدث فيها تخوف من حدوث منخفضات جوية وما شابه ذلك، او شتاء قاسي، عبرت خلاص. احنا في توقيت ربما يكون الاجواء معتدلة، اجواء مستقرة، تمام. انا نصيحتي لاخونا اللي بيتابع معانا، ارفع بروازين من الخلية دي او ثلاث براويز، تمام، براويز طبعا عسل. الامر الاخر لابد انك انت تجعل توسعة داخل الخلية دي، طبعا توسعة من براويز ممطوطة من حيث ان الملكة تضع البيض في عيون سداسية، تمام. الاجواء لو تسمح عندك، تمام، انك انت تقدم تغذية لا يوجد مشكلة، تقدم تغذية في مقدار مثلا 100 ملي. شايفين البراويز اللي قدامنا براويز بالكامل كلها عسل مختوم، تمام. لو عسل طبيعي هقولك استفيد منه وافرزه، انما لما يكون عسل ناتج عن عجينة سكرية او تغذية، تمام، يبقى ملوش لازمة، لا اما استفيد منه في امر اخر، لا اما احتفظ بيه في المبرد لحد وقت الاحتياج لي، تمام. نتمنى من الاصدقاء اللي بيتابع معانا لو حد عنده الامر ده في الخلايا بتاعته ياخذه بعين الاعتبار. اهم شيء يعطي توسع للملكات، لان طبعا تضييق على الملكه من نقدر نقول مخزون من التغذيه السكريه في البراويز او عسل، ده كله بياتي على حساب الحضنه، بياتي على حساب البيض، مش في صالح النحال. نتمنى ناخذ الشيء ده بعين الاعتبار، ونسال الله العظيم رب العرش العظيم يا رب ينصر اخواننا واصدقائنا في فلسطين الحبيبه، اللهم امين. ورمضان شهر مبارك على الجميع، وشهر مغفره على كل الاصدقاء. مشكور كل الاصدقاء اللي بترسل فيديوهات لينا وبتسمح بنشر الفيديوهات من اجل نقدر نقول التعلم من اخطاء بعضنا البعض، ونقدر نقول من اجل ان الفائده تعم للجميع. الله يبارك للجميع يا رب، اللهم امين. مشكور كل الاصدقاء اللي بيتابع معانا واللي بيتفاعل معانا. ان شاء الله يكون في بث مباشر اليوم على حدود الساعه 9 ولا 10 باذن الله. مشكورين، شكرا جزيلا.